ارجع بابا شوي مسلح نطلع برا طلع مسلح ارجع يا بابا بعد راسك شيل راسك شيل راسك والله مادي احنا مثل ما يقول الحال اللي انتم بيه طبعا احنا ما راضين بشكل واضح بس شو يجبرك على المر مثل ما يقول يعني داعش لما جت وسيطرت على المناطق والديار وهجولة الناس والناس النازحين يعني خلتنا ندفع ضريبة وضريبة قاسية وإلا لا يرضاها أي واحد من عندنا أن واحد مثلكم عراقي مثلا محتجز قاعد بهذا المكان واللي نتمنى وهاي جيتنا هي الأساس بيها أن نسرع بعمليات إطلاق السراح مثل ما يسموها وعملية احتجازكم إن شاء الله ما تطول يمكن الأخوة اللي شكلوا لجان الآن دا تشتغل ليل نهار واللي سمعنا اليوم أنه باليوم تقريبا 1000 واحد يتم إطلاق سراحه وإن شاء الله قريبا بالنسبة لكم أيضا راح يشملكم هذا الموضوع وبصراحة المعاناة اللي مرت بيكم مرت بعوائلكم وعوائلنا احنا همنا أبناء ناس تهجرت بسبب الإرهاب وبسبب الضيم اللي وقع على العراقيين لكن ما عندنا بد الحقيقة إلا أن نتعاون وأن نتكاتف وأن يتحمل بعضنا البعض الآخر أنا سمعت يمكن بعضكم تعرض لتعذيب أو شيء كنا وبشكل مباشر كنا تعرضنا ورا ما جيت ورا ما سلمتوا نفسكم ورا ما مثل ما يقول ورا ما أخذونا كنا هذا القضية الثانية اللي إحنا جايين عليها في أن نحاسب هؤلاء وما نرضى أن تنمد إيد عراقي على إيد عراقي بصراحة صحيح اللي تواطأ ويا الإرهاب واللي وقف معاه هذا القانون يأخذ حقه ويأخذ حق العراقيين كلهم لكن إحنا والدولة معنية بمحاسبة كل من مدت إيده في سبيل أن يعذب العراقيين من دون وجه حق إحنا شفنا الصور وشفنا المعاناة وبناء على هذا الأساس جه هذا الوفد اللي يمثل وزارة الداخلية والبرلمان ومسؤولين والحكومة المحلية وعليه احنا راح ناخذ إفادات بهذا الخصوص وثبتنا البعض والبعض تحاسب البعض من اللي ارتكب هذا الجرم تحاسب لأنه وصلنا إلى الفاعل الحقيقي وهذه مسؤوليتنا ولازم نحاسبه وما نفوتها إلى لكن مثل ما يقول الظرف اللي مر به العراق كله هو ظرف قاسي وما على الدولة إلا أن تعتذر من البريء واللي تسببت أصلاً بالأذى اللي أصابه إخوانكم اليوم على جبهات القتال دا يقاتلون والحمد لله عمليات تحرير دا تصير وإحنا وياكم إيد بإيد نحاول أن نرجع إلى ديارنا ونرجع إلى الأماكن اللي كنا بيها طبعا نتبرأ من داعش نتبرأ من الإرهاب وبنفس الوقت ما نرضى لا أحد يمسكم ولا أحد يمس أي عراقي ما إلى ذنب ولا إلى جريرة للأسف البعض يستخدم عبارة طائفية يريد ثأر غير ذلك العراقيين كلهم الدولة كلها بريئة من هؤلاء.